اوكي، انا اراهنك او خليها اتحداك ان انت عندك نقص في فيتامين د، ولو ما تعرفش النقص ده بيسبب لك ايه او اهمية موضوع فيتامين د ده، يعني ايه، جهز نفسك لان حياتك على وشك انها تتغير حرفيا بسبب حرف واحد د. دي بص، انا عارف ان انت جسمك بيوجعك، بتقوم من النوم ظهرك وجعك وكتفك وجعك وحاسس بألم في العظم والعضلات وعندك خمول عام، بل ممكن مزاجك يكون متقلب معظم الوقت، وقد يشرف على انه يكون اكتئاب، بل بالفعل بيكون اكتئاب في بداية الشتاء زي ما كان بيحصل كده في شهر 11، وان شاء الله اظن السنة دي مش هيحصل الموضوع ده، وحاجات كتيرة قوي 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 سببها باختصار شديد هو نقص فيتامين د، فيتامين دي. فيتامين دي على حد علمي يعني هو بيتكون في الجلد، يعني الجلد هو اللي بيفرزه من خلال التعرض لأشعة الشمس، وقيمة أو القدر بتاع فيتامين دي اللي موجود في بعض الأطعمة قليل جدا جدا، فمش بيكون كافي بأي قدر من الأحوال، بأي حال من الأحوال، إن هو يعني إيه يكفيك أو يكفي احتياجك من فيتامين دي بشكل يومي. فلما ظبطت فيتامين دي حياتي تغيرت، عارف انت اللي هو اعلانات بتاعت زمان اللي هو لما استخدمت المنتج ده حياتي تغيرت 180 درجة. ولكن الحقيقة اني بعد ما ظبطت فيتامين دي، لا بجد بجد من غير، الحياة تتغير للأحسن الحمد لله. المهم يا سيد الفاضل، انا اول مرة عملت تحليل فيتامين دي كان عندي 7 سيفير ديفيشنسي الفيتامين دي، المعتاد من 30 ل 100، من 20 ل 30 ده يعني في نقص، اقل من 20 فده نقص حاد جدا، سيفير ديفيشنسي. انا كان عندي 7، يعني حتى صديق ليا لما شاف نتيجه التحليل ده لقيته بيقول لي يا ابني انت عايش ازاي، انت ممكن مش عارف لو اتخبطت رجلك في ترابيزه ولا حاجه رجليك تتكسر. يعني اخدت شويه مكملات وبتاع وما كنتش منتظم الصراحه، فرفع ال 12، بعدين بدأت انتظم بجدية جدا، فالحمد لله يعني اظن دلوقتي وعندي فوق 70، اللهم لك الحمد يعني. والحقيقة انا حاسس بتغيير كبير جدا، انا كنت بقوم من النوم كتفي واجعني، مش بس العضلات، العظم من جوه، كنت بقوم يعني لو نمت يعني 5 ساعات وما قمتش وتحركت وكده كنت بحس بتعب شديد جدا في ظهري، اللي هو انا بنام عشان استريح فبقوم تعبان فببقى كسلان، وتلاقي ان الموضوع يعني غريب غريب، وتلاقي دماغك بقى بتروح اوكي انت ممكن يكون عندك نقص كالسيوم فتشرب لبن كتير او تاكل جبنه قريش او ايا كان، والموضوع بيكون بعيد خالص عن انك تفكر ان ممكن يكون حاجه بسيطه، مش بسيطه ومهمه جدا زي فيتامين دي هو السبب. التيم بتاعنا البشاير زارعين شجرتين كده، يعني ما شاء الله، يعني شيء جميل قوي ان جزء من لذة الحاجة انها بتاعتك، يعني مش بتاعت الشخصين، يعني والد الله يبارك له هو اللي ايه زارعها، فشكلها حلو وطعمها حلو، يعني انا بحب التين ده بصراحة. المهم يا سيدي، تحس ان فيتامين دي ده هو المسؤول عن كل مشاكلك في الحياة حرفيا يعني، ولكن بدون مبالغة لما تظبط نسبة فيتامين دي عندك حاجات كتيرة من الصعوبات والألام والأوجاع اللي كنت بتحس بيها أظن إن شاء الله تخف جدا وقد تنتهي، وكمان تقلب المزاج وفكرة الاكتئاب شبه الدايم ده هتروح تماما. فأرجح وبشدة أنك تروح تعمل تحليل فيتامين دي، مش عشان تعرف أنت عندك نقص ولا لا، أنت كده كده عندك نقص، يعني أنت أنا متأكد يعني 99% ان انت عندك نقص، وقد يكون نقص حاد في فيتامين دي، ولكن انا عايزك تعمل تحليل بس عشان تعرف قد ايه الموضوع ده عندك قليل، فتحاول تلتزم علشان توصل لنسبه كويسه، او يكون عندك ريفرنس بحيث ان انت لما تمشي مثلا على مكمل لفتره وترجع تعرف انت ايه تحسنت ولا لا. فروح اعمل تحليل، هو بصراحه مش رخيص، كان يعني تحليل غالي شويه، بس اظن الموضوع يستحق قصاد تخليصك من كل الاوجاع والالام والمشاكل الناتجه عن نقص فيتامين دي. حاجه كده اخيره يعني جيت في ذهني، وهو ان انا ازاي عرفت اصلا انا عندي موضوع الاكتئاب تغير الفصول ده، واللي طبعا بيساعد عليه بشكل كبير هو نقص فيتامين دي. تلاقي كل الحاجات كده بتتامر عليك، يعني انت اساسا في الصيف الواحد منه بيقضي وقت كتير جدا اندورز او جوه البيت او جوه المكتب او بشكل ما ما بتعرفش الشمس بشكل كافي، فما بالك بقى في الشتاء اللي هو غالبا ما فيش شمس اصلا، فانت حتى فتافيت فيتامين دي اللي كنت بتاخدها من الشمس ما عدتش موجوده، فده بيحفز موضوع اكتئاب تغير الفصول ده بشكل كبير يعني. فاللي خلاني اخد بالي من الموضوع ده هو تن 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 التدوين على نوشن، لاني لما جيت اراجع
اكتشفت ان انا في نفس التوقيت السنة اللي فاتت حصل لي نفس الاعراض ونفس الحالة بالضبط. فبدأت ابحث عن الموضوع ده وفعلا لقيت ان في حاجة اسمها اكتئاب تغير الفصول، وسألت صديقي دكتور محمد ابراهيم الدكتور النفسي المشهور، قال لي فعلا الموضوع ده شائع جدا وبيبقى ليه علاج سلوكي، بيبقى ليه علاج دوائي، وقال لي على شوية حاجات كده ايه بتساعد ان الواحد يتخطى الموضوع. ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ايه لما الواحد بيظبط الدنيا بتلاقي الدنيا ظبط. والله نفس الشيء. ازيك يا عم صبحي؟ ايه الاخبار؟ اتفضل معانا. فاظن ان شاء الله ان في شهر 11 السنه دي لن نعاني نفس المعاناه بتاعت كل سنه، وان شاء الله جاهزين لها ودخن لها بفيتامين دي كافي ان احنا نتخطى المعضله دي. فيتامين دي مش عارف ليه حاسس ان بقيه الفيتامينات كده ممكن تزعل من في فيتامين سي وفي فيتامين بي ومش عارف ايه، بس فيما يبدو ان العامل اللي بيعمل القلق والمشاكل كلها او اللي بيغمك وبيضايقك وبيوجعك بشكل مباشر هو فيتامين دي. يعني قلت فيتامين دي كتير، فروح اعمل تحليل فيتامين دي او خد مكمل وانتظم فيه علشان ايه ربنا يسترها معاك. يلا سلام. طبعا دي مش نصيحة طبية او حاجة متخصصة، يعني استشير طبيبك والكلام الجميل ده علشان ايه، يعني متخدش كلام ان انا متخصص، انا بس راجل ايه كنت بعاني من الموضوع والحمد لله ربنا عافاني يعني وعرفت الحل والسبب. في